بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح مع بعض ان شاء الله كورس مايكرو بروسيسور جزء دكتورة نيرة. الجزء ده متقسم المفروض لكذا جزء. اول جزء منه هو الموديلنج، ان انا ازاي المفروض ان هو ان انت ان احنا بنديزاين امبيدد سيستمز، والامبيدد سيستم دي في الاخر بتكنترول شوية ميكانيكال سيستمز او اي سيستم اخرى يعني. فانا المفروض عشان اعرف اكنترول السيستم ده ان انا الاول ابني له موديل، عشان في الاخر اعرف ادخل الموديل دوت اكتبه في كود او whatever يعني، عشان في الاخر يرن على الامبيدد سيستم اللي المفروض يكونترول الحاجه ديت. فاحنا الحاجات اللي هنعملها موديلنج، المفروض ان احنا عندنا السيستمز يعني بتنقسم الى شويه انواع يعني. اول نوع منهم هو الكونتينوس دايناميك سيستم، اللي هو السيستم كونتينوس ان تايم يعني مش ديسكريت، يعني السيستم طول الوقت شغال. فازاي ان احنا نبني موديل لكونتينوس سيستم؟ الصراحه عندنا طريقتين. اول طريقه هي الديفرنشال ايكويشنز، وتاني طريقه هي الاكتوال موديل. الاكتوال موديل ده هنعرفه ايه مع الوقت ان شاء الله. فالاردوينو ديفرنشال ايكويشنز، لو انا عندي جسم نوع اي جسم بيتحرك، فالجنرال كيس ان انا يكون عندي جسم ده بيتحرك في الثلاث اتجاهات، وفي نفس الوقت بيروتيت حوالين الثلاث محاور. فهو بيتحرك في اتجاه اكس، في اتجاه واي، في اتجاه زد، وبيروتيت حوالين الاكس اكسس والواي اكسس والزي اكسس. فالمفروض ان احنا نبني موديل على اساس ان الجسم دوت بيتحرك بالصوره دي. فالموديل بتاعنا ازاي هنبنيه؟ اول طريقه بالديفرنشال ايكويشن. ايه المعادلات اللي احنا هنعرفها من الفيزياء او من الميكانيكا؟ احنا عارفين ان الاف equals ma او mx double dot. فكده انا يعتبر عندي موديل، لان انا عندي input f، انا بعرف اكنترول الاف. انا مثلا الامبيدد سيستم ده هو اللي بيقول المواتير اتحركت بالسرعه الفلانيه، فده بيعبر عن الاف. وفي نفس الوقت باخد output اللي هو الاكسلريشن. بس what if ان انا مش عايز اخلي السيستم الاكسلريشن ده مش هو البارامتر اللي انا عايز اتحكم فيه، انا اكشلي عايز اتحكم مثلا في الفيلوسيتي او في الديستنس. فنقعد نحل الديفرنشال ايكويشن ديت. فلو حليناها هيطلع لنا ان الاكس اوف تي، اكس دوت اوف تي بتساوي اكس نود دوت زائد الانتجريشن بتاع اكس دبل دوت. ده احنا عارفين الكلام ده من الرياضه. لو عوضنا الكلام ده في المعادله اللي فاتت هيطلع لنا ان الاكس دوت اوف تي بتساوي x dot node زائد واحد على m integration of f على t. ده برضو نفس الكلام، ان انا كده يعتبر عندي model، ان انا عندي في input f انا بعمل له control، و x node of t ده انا بشوفه. فانا لو عايز x dot of t، عايز الطيارة تتحرك بسرعة معينة، هديها f ب value معينة. لو انا بقى عايز اشوف الديستنس، فهيبقى x of t بتساوي x node زائد x dot node مضروبة في t زائد واحد على m double integration of f dt dt. نفس الكلام برضو، ده كده ده يعتبر الموديل، ان انا عندي output x of t ده اللي انا بشوفه، وفي نفس الوقت input f of t ده اللي انا بقدر اتحكم فيه بالإمبيدد سيستم. فلو انا عايز x معينة اديله f بحيث ان هي تجيب الاكس ديت. كده احنا نعرف نكنترول الطيارة لو هي بتتحرك في اتجاه في حركة خطية. بس لو اكشلي الطيارة بتلف، لو بتدور حوالين اكسس، فبرضه نفس الكلام. لو احنا ممكن نعبر عن الكلام ده بالديفرنشال ايكويشن، معادلة احنا المفروض عارفينها من اعدادي، ان التورك بيساوي دي باي دي تي اي اوف تي ثيتا دوت اوف تي. دي اللي هي نفس المعادلة سكند نيوتن سكند لو، بس بيعبر عن الجسم لو بيتحرك لو بيتحرك حركة دورانية مش حركة خطية. الاي اوف تي دوت كان بارامتر زي الام بالظبط، بس ما كانش بيعتمد على كتلة الجسم فقط، بس كان بيعتمد على كذا حاجة، منها كتلة الجسم، منها الاتجاه اللي الجسم هيدور حواليه، فين الاكسس اللي الجسم هيدور حواليه، ومنها شكل الجسم. يعني لو عندي جسم مدور وجسم مكعب والاتنين ليهم نفس الكتلة، الاي بتاعتهم مش هتكون متساوية. يعني الكلام ده اخدناه في اعدادي. المهم يعني ده ما يهمناش، اللي يهمنا فقط ان انا اعرف اطلع بالمعادله ديت بسيت اوف ايكويشنز، ان انا بقدر اكنترول التاو ومنها اعرف احصل على الثيتا او الثيتا دوت يعني.
فده برضو معناه لو انا عايز ثيتا دوت معينة اخلي الـ embedded system يحرك المواتير بحيث انها تديني تورك معين، وبالتالي احصل على الثيتا اللي انا عايزها. فده معنى ان انا ببني موديل، ان انا في الاخر عندي طيارة معرفش بتتحرك ازاي، معرفش محتاجة تورك قد ايه عشان تديني الثيتا اللي انا عايزها. لما عرفت المعادلات بتاعتها عرفت ابني لها موديل. دلوقتي انا اعرف بالظبط لو انا عارف البارامترز ديت، لو انا عايز ثيتا معينة ادي لها التورك الفلاني. لو احنا فكينا بقى المعادلات ديت هيطلع نفس المعادلة بالظبط اللي احنا عملناها قبل كده، ان الثيتا اوف تي بتساوي ثيتا نود زائد تي في ثيتا دوت نود زائد 1 على اي دبل انتجريشن تي اوف تا تي اوف تي دي تي دي تي. نفس الكلام بالظبط يعني، مفيش حاجة جديدة. ننتقل بقى الى شيء اخر، ان احنا اللي اتكلمنا عنه قبل كده ده كان المور جنرال كيس. لو احنا عندنا حاجة ابسط من كده، لو احنا عندنا مثلا جسم مش بيتحرك في حركة خطية، هو اكتشلي بيتحرك حركة دورانية فقط ومش بيلف حوالين الثري اكسس، ممكن يلف حوالين اكسس واحد بس زي ايه، زي الجسم دوت. هو اكتشلي ما يعرفش يلف حوالين الاكس، ما يعرفش يلف حوالين الزد، هو اكتشلي عارف يلف حوالين الواي بس وما بيعرفش يتحرك حركة خطية. فالمعادلات يعني هتتبسط الى المعادله ديت فقط، ان احنا عندنا ان السرعه الدورانيه في اتجاه واي بتساوي الانيشيال زائد 1 على كونستانت اللي هو اي انتجريشن التاو دي تي. ده اول حاجه اللي هي الديفرنشال ايكويشن. تاني حاجه الاكتوال موديل. الاكتوال موديل ده هو اللي احنا اخدناه في كنترول السنه اللي فاتت، ان انا هعبر عن السيستم ده بسيت اوف بلوكس بيخش لها انبوت بيطلع منها اوتبوت، والبلوك دوت بيعمل فانكشن معينه على الانبوت اللي داخل لها عشان يطلع الاوتبوت الفلاني. لو احنا عندنا مثلا انبوت اكس هنا وطالع اوتبوت واي، والبلوك ده اسمه اس بيعتمد على تو بارامترز بي وكيو، يعني الاس ده فانكشن من البي وكيو، الاكس تخش له تطلع منها الواي. فده نفس الكلام اللي احنا اخدناه في كنترول السنه اللي فاتت. ولو احنا عبرنا ممكن نعبر عن المعادلة دي، يعني الاثنين دولت ايه زي بعض بالظبط، اذا كان الاكتوال موديل او الديفرنشال ايكويشن الاثنين عبارة عن نفس الحاجة يعني. فانا لو هنا عندي داخل انبوت اكس هعمل له سكيلينج بعد كده اعمل له انتجريشن، نفس الكلام لو انا مدخل انبوت تاو مثلا وعملت له سكيلينج بالاي وبعدين عملت لها انتجريشن فهيديني الاوتبوت اللي هو ثيتا دوت اوف تي. نفس الكلام بالظبط. الاكتر موديل بقى ليه شويه بروبرتيز يعني المفروض احنا عارفينها، كوزاليتي والميموري لاس والستابيليتي واللينيرتي اند تايم انفيرينس. الكوزاليتي ده اللي هو ان الكرنت اوتبوت ديبندز اونلي ان ذا بريفيوس انبوت اند كرنت انبوت، يعني ما ينفعش ان الاوتبوت يطلع دلوقتي يعتمد على انبوت هيجي كمان شويه هيحصل في المستقبل، عشان كده السيستم اسمه كوزال. ميموري ليس ده لو السيستم الانبوت الاوتبوت الحالي بيعتمد على الانبوت الحالي مش بيعتمد على انبوتس قديمه. ستابيليتي معناه لو انا دخلت له ستيبل انبوت المفروض يطلع لي اوتبوت ستيبل، يعني السيستم مش بيطلع اوتبوت بيروح لانفينيتي، طول ما انا مدخله انبوت مش بيروح لانفينيتي. واللينياريتي نفس الكلام اللي احنا عارفينه، يعني انا لو دخلت له 2 انبوتس جمعتهم على بعض وبعدين دخلتهم للسيستم هي لو دخلت كل انبوت لوحده وبعدين جمعت الاوتبوت. والتايم انفيرينس معناه ان السيستم مش بيتغير مع التايم، معناه ان لو دخلت له انبوت وشفت الاوتبوت وبعدين دخلت له نفس الانبوت بس متاخر شويه هيطلع لي نفس الاوتبوت بس متاخر شويه، معناه ان السيستم الفانكشن بتاعته مش بتتغير مع التايم. يعني لو السيستم دلوقتي بيضرب في كونستانت كمان وقت معين تاو برضه هيضرب في نفس الكونستانت. وبعدين مجموع الاثنين بروبرتيز دولت هي الايه، هو التايم ال تي ار لينيرتي اند تايم انفيرينس. الحاجة اللي بعد كده هي الفيدباك. الفيدباك ده التكنيك اللي احنا بنستخدمه عشان يخلي الكنترول سيستم بتاعنا أحسن. فلو أنا مثلا عندي الطيارة مثلا عايزها تروح للديستانس الفلانية وهو ده الأوتبوت مثلا، فأنا بقول إن أنا هدخل هقول لها اتحركي بالفيلوسيتي الفلانية، وفي نفس الوقت كل شوية أقعد أشوف هي وصلت لحد فين وعلى أساسه أغير الفيلوسيتي اللي هو المفروض يتحرك بيها. فده معنى ايه؟ ده معناه مثلا ان انا لو انا عايز اقول الطيارة تروح البوزيشن اكس، فانا متخيل ان هي المفروض تتحرك بالفلوستي المعينة مثلا بالفلوستي 10،
فكل شوية هي بتتحرك فبتقرب من بوزيشن اكس، فانا بقيس ماشي فلاقيها قربت، فالمفروض ان انا اخلي الفلوسيتي تقل شوية، بدل ما هي 10 تبقى رقم اقل، بحيث ان الطيارة كل ما تقرب كل ما تقلل الفلوسيتي بتاعتها. فده معناه ان انا باخد فيدباك من الاوتبوت وبدخله تاني في السيستم عشان اعيد الحسابات، مش على اساس الانبوت بس، على اساس الانبوت والاوتبوت في نفس الوقت. اكزامبل ده مثلا لو احنا قلنا الطيارة بتاعتنا، نفس الاكزامبل، لو هي بيخش لها التورك تاو، لو هي بيخش لها التورك تاو وفي نفس الوقت بيطلع منها ثيتا، ماشي، فده معناه ان انا عايز اكونترول الانجلر فيلوسيتي بتاعة الهليكوبتر، فبديها انجلر تورك، تمام. وفي نفس الوقت كل شوية بشوف هي وصلت لحد فين، وبدخل الكلام ده في الحسابات تاني، ماشي. لو احنا بقى عملنا معادلات بتاعت الكلام دوت وشفنا الدنيا بتمشي ازاي، فمثلا دي اهي دي المعادلة الأولانية اللي احنا عارفينها، اللي احنا طلعناها من الـ differential equations. بعد كده لو انا شلت التاو وحطيت مكانها الـ value ديت، ايه الـ value ديت؟ اللي هو احنا دلوقتي بندخل للتاو حاجتين، value معينة اسمها epsilon اسمها، وبعدين وفي نفس الوقت بطرح منها الـ current angular velocity، ماشي. ودول طرحهم مع بعض بيدين error. actually الـ value ديت هي المفروض الـ angular velocity اللي أنا عايز السيستم يوصل لها. فلو هو مثلا، لو هو دلوقتي في angular velocity 0 وأنا عايزه يلف بـ angular velocity 10، فأنا بدخله بقوله لف عند 10، وكل شوية بطرح منها الـ angular velocity اللي هو دلوقتي بيلف بيها، وده الـ error، وهو ده يعتبر التورك اللي انا عايزه يتحرك بيه. يعني كل ما الايرور ده ما يزيد، كل ما انا عايز اديله تورك اعلى بحيث ان هو يبدا يلف اسرع، وكل ما الايرور ده ما يقل ده معناه ان انا بقرب من الانجل فيلوسيتي اللي انا عايزها، فانا عايز اقلل التورك. بعد كده بدخل الكلام ده في المعادلات بتاعتي، ده يديني الثيتا. فلو احنا بقى عوضنا، فهنعوض بدل التورك هنعوض اللي هي ابساين الثيتا، يبقى الايرور هو الفاليو ديت، ماشي. وبعدين لو احنا قلنا، لو احنا افترضنا عندنا في الكيس بتاعتنا ان ابساي دي هي صفر، ده معناه ان انا عايز يلف بانجلر فيلوسيتي صفر، معناه ان الطياره تفضل واقفه مكانها. عوضت في المعادله هيديني الايكويشن ديت، تمام. الايكويشن ديت دلوقتي انا عايز اطلع الثيتا دوت بكام، الثيتا دوت تطلع بالفاليو ديت، تطلع ان الثيتا دوت بتساوي الثيتا نوت مضروبه في اكسبوننشال دي كي، وده شيء احنا متوقعين ان ده معناه ان السرعة اللي الطيارة تتحرك بيها هي الانيشيال، والانيشيال سبيد دي كل شوية عمالة تقل، عشان انا عايزه يروح في الاخر تكون الفاينل روتيشن سبيد بتاعته بتساوي صفر، عشان دي الكيس بتاعتنا ان الثيتا، ان الابساي قصدي، بتساوي زيرو بس. فيطلع لنا ان الثيتا دوت بتساوي الانيشيال مضروبة في اكسبوننشال ديكي بس. وده ده المفروض السيستم بتاعنا هو عايزه، يعني ان احنا عايزين ان الثلاثه دول واقفه مكانها، يعني فلو مفيش فيدباك ده ما كانش هيجرى يعني طبعا. بس الكلام ده من الكتاب يعني. فهي دي المعادله التانية اللي الدكتور بتتكلم عنها يعني. بس وكانت بقى اول محاضره خلصت.